السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي طلاب تانية ثانوي في حلقة جديدة هنحل فيها النموذج الخامس امتحان منطقة المنوفية. السؤال الأول رقم ألف بيقول اكتب المصطلح العلمي لكل مما يأتي: المسافة بين نقطتين متتاليتين في اتجاه انتشار الموجة لهما نفس الطول. ده مين شاطر؟ الطول الموجي، وده كان التعريف العام للطول الموجي. أما لو بسألك أقول لك فاكر الموجة المستعرضة؟ عرف كده الطول الموجي للموجة المستعرضة، كان هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو المسافة بين قاعين متتاليين أو ضعف المسافة الأفقية بين قمة وقاع متتاليين. طب لو عرف الطول الموجي للموجة الطولية هو المسافة بين مركزي تضغطين متتاليتين أو المسافة بين مركزي تخلخلين متتاليين أو ضعف المسافة الأفقية بين مركز تضغط ومركز تخلخل متتاليين. أما التعريف العام للطول الموجي هو ده اللي معانا في السؤال، هو المسافة بين نقطتين متتاليتين متفقتين في التور. رقم 2 زاوية سقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية يقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية مقدارها 90 درجة. مش فاكر التعريف ده؟ روح لدرس الانعكاس الكلي للمقدمة، لما كنت أقولك انتقل شعاع ضوئي من وسط أكبر كثافة إلى وسط أقل كثافة عموديا، فتقولي انفذ على استقامته. طيب بميل، فهينكسر مبتعدا عن العمود المقام، وكلما زادت زاوية السقوط تزداد زاوية الانكسار إلى أن تصل إلى أكبر زاوية انكسار اللي مقدارها 90 درجة. في الحالة دي كانت زاوية السقوط اللي بيقابلها زاوية انكسار مقدارها 90 درجة، كنا بنسميها الزاوية الحرجة. يبقى الزاوية الحرجة هي زاوية السقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية يقابلها زاوية انكسار مقدارها 90 درجة، أو بيقول لك ينفذ الشعاع ممسا للسطح الفاصل. يبقى المقصود بها هنا هي الزاوية الحرجة. رقم 3 تتناسب سرعة سريان سائل عند نقطة في أنبوبة سريان مستقر عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوبة عند تلك النقطة. كل اللي يقصده يقولك إن السرعة كانت عكسية مع المساحة وإن معدل السريان كان ثابت. كان يقصد مين بالكلام ده؟ إن العلاقة علاقة السرعة بالمساحة علاقة عكسية. شاطر، يقصد به معادلة الاستمرارية. ارجع لدرس السريان هتلاقيها مشروحة بالتفصيل. رقم ده أذن الإنسان يمكنها